في مسيرة لو حضرتك صح. الأسبوع القادم تكلمنا عن العودة إلى الحياة السماوية مع الله، إلى الحياة الفردوسية لكنها فترة الشراكة مع الله. شركة الكبيرة عشينا آدم وحواء بدأوا في الإنسان أن يعيد مرحلة العصيان لمرحلة قبول الله، أن يقتبل كلام الله في حياته وهو صحيح. اليوم رح ناخذ رواية كتابية أخرى واللي مشهورة كثير، يمكن في منكم كثير حاضرين على التلفزيون بشكل كثير مبهبط والتلفزيون يقولون كثير حلو ونحتار كلمة ونتساءل ونتفرج وننبسط، ولكن يمكن دائما اللي بيقروا الآيات الكتابية ومعنى شوي معنى هي الخروج، الضربات العشر للخروج من مصر. نعرف ان نحن اختصار مفيد الشعب الاسرائيلي بعد ما اجوا قبيله ال يعقوب بتقول الروايه الكتابيه بعدين هتخيل يوسف، تخيل يوسف اعطاهم فرعون ارض جافت ارض بجسام بعد ما يموت كده، وتقول الروايه بعدين كل اللي كان يعرف يعقوب وغير كلماته، وبعدين زي ترى يقول عم يكتب عليهم كثير، عم يكتب بيخلفوا كثير وبيشتروا كثير بس بيخلفوا كثير، بيتعبوا بيخلفوا بيخلفوا، فقالوا بدنا نخلص منهم. وكلكم بتعرفوا كمان قصه موسى، نجيها مره مع مرحله لاحقه اخرى بنتكلم عنها، موسى يلي بيحبوه اهله لان فرعون بيته في ارض الابكار وبيقبل ياخذ القضاء، بس وقت اللي بيكبر بشوف شعبه عم ينضرب وعم ينضرب الى اخره، كل مره بتحمى حميته بقول كتاب مقدس بيحمى قلبه هيك وبيحمي واحد من الاسرائيل المصريين. وللصدفة والمفارقة إنه بيجي عم يفصل بين اثنين عبرانيين مشكلة. يوم واحد من العبرانيين بيقول له بدك تقتلني لما قتلت من مصر. بخاف من موسى وبيكبر لو بيعرف إنه رايحين عنه. لما بيحكي له حكي. الأسبوع القادم رح نحكي عن صعود موسى نحو الغليقة، نحكي عن اكتماس الفصح بالصبر والتأمل بالله. اليوم رح نحكي كيف أصل إلى الله. تعرف شوي موضوع الفرعون شغله كثير مهم وما زال حتى اليوم الناس كلها بتدرسها وحضاره عظيمه جدا. والفرعون شو بيمسك بايده؟ بيمسك بايده مكتفين اثنيناتهم كلهم سوا بيمسك مفتاح، والمفتاح هو مفتاح الفردوس، مفتاح السماء، مفتاح هو سيد السماء وسيد الارض. والصراع اليوم بين أنا الإنسان وبين الله صراع الفرعون. السلام عليك يا محطمة الفرعون العهد، مش هيك؟ هذا الفرعون اللي براسنا يلي دايما نحن بنلاقي له رح نحكي عنه اليوم بالتدريج. 10 ضربات، 10 ويلات، 10 أفكار نحن بنحطهم بإيدينا وبإيد الله دايما. ودائما الله بيحاورنا بيقول لنا يا اخي ما انا جاي تصدق تقلك اطلع تتصدق انا وياك تنرجع للصداقه القديمه، بس انا عقلي وكياني كله صار بلف لاني انا وقفت على السيد، انا سيد الارض. مش هيك بيقولوا كثير لو سالتوا اللي سالتوا على الدول الضعيفه؟ امبارح عم بحضر تقرير عن هايتي، هايتي من تحت امريكا شوي، هيدي اللي اصابها زلزال ودمر حوالي 9 درجات الا شوي بس اطاح بالجزيره كلها سوا. 10 سنوات والجزيره ما زالت مدمره، 10 سنوات والدول ما زالت تحاول ان تسيطر عليها بفقر بتعتيرها وشعرها، 10 سنوات ويستغل شعوبها وتسبى نسائها وتغتصب ويخطف الاولاد يبيعوا في استثمار الرقيق. هذه دول فرعون الجديد، فرعون العقل. قديش انا بتصرف الفرعون العقل؟ بيقول له يا الله نحن نحن مثل موسى، بيقول له موسى روح يا موسى احكي فرعون، انا بدي احكي فرعون، انا ما هي كذا ما هي كذا. قال له انا بقول لك روح. الحلو بالنص الكتابي شو بيقول له؟ بيقول له انا
التوسيل، علي أن يخرج إلى البرية يتواضع شوية. مش بس في العرب، أنا كده بنقرأ نحن بحطونا بالأفلام، بس في العرب مسؤول كمان عم يحكي شعب إسرائيل. هيدي ما حدا بده يقراها بالكتاب. عم بيقولوا هالشعب المتبرد اللي ما بده يعرف الله، ما بده يتصدق معه، أنا عم بقول له أنا بيه. كم من الآية
شيخ سريع ذكي بالإيدين يا رب. عاصفي عاصفي عادية بتطير كل شيء. مش أنا بقول حياتي بتقلنا خبرك بتقلنا. يبقى إذا ذكرنا قديش خافوا قديش خافوا سنة الألفين عن الغرق والدنيا. خوفونا سنة زمان ولعبوا العالم بين الأيام. ما عاد صار شيء، ما عرفش ليش ما صار شيء، بس ما حدا قال ما حدا شاف ليش ما صار شيء. هو نفس الشيء هلا. دائما بيفكرون في شيء بدنا نخاف منه. يجي بيت برجع بكرر كلامي يا اسطى هذا خطوه انا راح اطلع على طريقي. اطلع احكي مع حالك، احكي مع الله، فتش عنه لله، لكن هو غير الثياب اللي لابسين اياها. الله البسيط، الله بده اياك كابن تقعد حدا ويقعد حدا وتسرح انت وياه مثل ما قلنا مع هذا المحاور. فاذا عندنا الرباط عشرة ضرب بالدم بالضفادع بالبعوض بالدبان بموت اللواشي بالدمام بالجسم بالبرد بالنار بالجراد بالظلامه هذا شيء موت الافكار هذا كله عشور كيف بدل اريد ان اخلق خلقا جديدا بدي اخلق جديد اخلق شيء اغير الدم مصدر الحياه المي مصدر الحياه بلا مي هذا من الموت وفرعون مع زلمه كل Thank you.
صار كله ضد ولا بيطلع. قال له القتل كان الصراع وشيل طلع رجال. قال له لا، انا كنت داخل النسوان وهي نطلع نحن رجال ونسوان ولادنا، نرجع نسوان ورجال نترك ولادنا. قال طيب اطلعوا منكم دخلتوا اغراضكم مع البهايم مين ومين بدك تطلع؟ مين بدك تشتغل؟ على مين بدك على مين بدك تكون إله؟ هي بعد ضربة البرد أتى الظلام الحارق بعد رفض فرعون قسي ربه ابتعد عن الله الكلية إلى حقيقة